تجربة عوضة بن عن جد إيش تعني لك؟ نقلة في مسيرتي، يعني بداية مرحلة جديدة، أنه أنا أكون في مصاف النجوم. وأنا أشكر أبو راكان، لأنه بعد حلقة اللي سويناها في سيلفي اللي حقت عزمي بشارة، أبو راكان سمعني كلام صراحة أفتخر فيه. قال لي أنا شفت فيك فنان ما شفته في حياتي، تعرف متى تأتي ومتى تذهب، أنت قائد المرحلة القادمة. نعم، شهادة من كبير، تستاهل. لكن هذا ما عليك، حنا الصحفيين أسئلتنا شوية شيطانية. هل تشوف أنت هذا النجاح بسبب عدم وجود سيلفي، بسبب عدم وجود ناصر القصبي بحكم انشغاله في العاصوف؟ طبعا ناصر استاذ، وناصر يعني أنا قلت في لقاءات قديمة، ناصر لو يطل في الشاشة يمتعك، لو ما يتكلم. لكن أنا اللي أقوله أنه ما فيه، يعني المملكة العربية السعودية ما شاء الله شبه قارة، وفيه مليون ناصر وفيه مليون أسعد، ولكن نبغى المكان اللي يحتضن هالمواهب بس. ولا في مواهب عندنا في المملكة في شتى المجالات، يعني وانت شفت مع التطور اللي احنا نعيشه الحين بوجود سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، الله يطول بعمره ونبارك له مرور سنة على توليه ولاية العهد، ونقول له إن شاء الله إلى يوم الدين يا أبو سلمان. بيتغير حاجات كثيرة، بيكون في معاهد، في وزارة الثقافة الآن فتحت، نعم، واستلمها سمو الأمير عبد الله الفرحان الله يطول بعمره ومبارك له، وهو رجل قيادي. الأمير بدر الفرحان تكسر. بدر الفرحان، نعم، نتمنى لهم التوفيق. يعني كلنا متفائلين، كل الوسط أعتقد فهذا شيء يفرحك، أنه يصير في وزارة الثقافة، في معاهد بتنبنى الحين للشباب، ومسرح، في تعليم، في تثقيف. طيب، على